صندوق التنمية الحضرية بدأ أعمال التنفيذ في مشروع إنشاء منطقة حرفية بديلة للورش والأنشطة غير المتوافقة مع اشتراطات القاهرة التاريخية على محور جيهان السادات. معنا على التليفون دلوقتي المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية. صباح الخير يا فندم، وأهلا بك على صباح الخير يا مصر. صباح الخير. صباح النور يا فندم. ممكن أعرف من حضرتك تفاصيل المشروع الجديد وإمتى بدأ التخطيط فيه وإمتى هيتم تنفيذه فعلا؟ التوصيف على المشروع الجديد، احنا طبعا عاملين المشروع ده علشان بديلا للحرف الغير متوافقه داخل القاهره التاريخيه زي الورش، السباكه، الحداده، النجاره، السمكره، الدوكو، الحاجات كلها الورش الصناعيه اللي هي ما ينفعش تكون موجوده داخل القاهره التاريخيه اللي هي مسجله في التراث العالمي للمدن. المشروع على ستين فدان، يعني في حوالي 900 اكثر من 950 وحده مهنيه او حرفيه او ورشه، وفي عمارات 15 عماره معموله هناك للراجل منهم ان هو يقول لك انا لا، انا متعود دايما ان انا يبقى عندي ورشتي، انزل من البيت الاقي الورشه. خلاص كده بيعمل لك عمارات سكنيه هناك على اعلى مستوى. زي حضراتكم عارفين طبعا ان احنا بنعمل العمارات بتاعتنا او شغلنا كله ما بيختلفش خالص عن اي حاجه موجوده في اي تجمعات سكنيه او الموجوده في القاهره في زايد ايا كان. فكل ده احنا بنعمل نفس النماذج اللي هي بننفذها في اي كومباوند. وكمان في ثلاثه عماره للمراه المعيله، يعني عاملين حسابنا كمان ان في بعض السيدات او بعض الرجال الكبار او يسكنوا ما عندهمش مش اسره كبيره، فعشان ما نقولش لا ما لهمش حق في سكن، لا ليهم حق في سكن مخصص ليهم والمصاعد وكل حاجه علشان كبر السن. طبعا احنا عندنا مجموعه من المحلات التجاريه او حرفيه او مهنيه، عندنا في مسجد، في كنيسه في المشروع نفسه، موقف سيارات، كافيتريات، حمامات، دورات مياه مجمعه، كل الحاجات دي موجوده في ال 60 فدان. يعتبر يعني اعتقد ان 60 فدان كمنطقه حرفيه مهنيه ده رقم كبير في جوه القاهره. الحمد لله يعني بدانا الشغل لفتره قريبه جدا، والموقف التنفيذي ان شاء الله يعني باذن الله يمكن هنقول سنه ونص، لكن هي اقل من سنه، اقل من سنه باذن الله، اقل من سنه يا فندم هيكون خلصان المشروع ده. طيب باشمهندس، يعني عايز اعرف من حضرتك عدد الورش اللي تم حصرها قد ايه، وايضا المخطط من اجل خلق سوق هناك في المنطقه دي عشان يكون في يعني خلينا نقول منفذ لهذه الورش انها تشتغل، لان حضرتك تحدثت الان انه في هدف انه نخلق سوق في هذه المنطقه. طبعا احنا يعني المحاور، طبعا احنا قلنا في الاول ان المشروع على محور جيهان السادات. اذا فالوصول ليه من جميع الاتجاهات، مصر الجديده، مدينه مصر، حلوان، اي اتجاه، الحمد لله شبكه الطرق والمحاور الموجوده داخل القاهره تتيح لاي انسان ان هو يوصل للنقطه دي في يعني 7 دقائق من مدينه مصر، 10 دقائق من مصر الجديده، المكان نفسه اللي هم فيه في القاهره التاريخيه هناك. المحور ده يوصلهم في خلال 7 دقائق او 8 دقائق لما نطلع من هناك حسب الحاله المرئيه طبعا، يعني لكن لو الدنيا مفتوحه بيعدي، لان خلاص الحمد لله المحاور كلها بقت مفتوحه. فهو حتى كمان اللي هو لو مرتبط بالمكان القديم، المسافه ما بينهم والمحاور المؤديه للمكان العمل ما فيهوش يعني بنتكلم 10 دقائق ربع ساعه على حسب المرور. يعني الحاجه الثانيه يعني خلينا نتكلم، نقول انا واحد صناعي شاطر جدا وعندي ورشه سيارات داخل القاهره التاريخيه. طبعا القاهره التاريخيه كلها حواري واذقها وشوارع ضيقه جدا. انا كعميل امن الدخول او ان انا مش ارهق بدخول السياره في دول الشوارع دي وتتخبط تتجرح، لكن انا لما اروح على محاور ونمر خلال دقايق اكون عندي الورشه اللي انا رايحها وامشي منها ومطمن ان قدامه ساحه كبيره بيصلح فيها دي السيارات غير لما يكون داخل شارع ضيق. دي حاجات كلها فرص للناس. انا عندي ورشه 10 متر بديك ورشه 40 متر 20 متر 50 متر في 80 متر بقى، وحاجات في بعض الصناعات جوه المدينه جوه القاهره التاريخيه، صناعات
زي الالومنيوم والصاج والحاجات دي مش جوه، فاحنا برضه بنزيد حاجه الموضوع. ولما بيجي لك عربيات بضائع تدخل جوه الشوارع الضيقه دي ولا المحاور الرئيسيه عشان توصل لمكانك، وبيجي لك عميل يتعامل معاك، كل الحاجات دي مدروسه جدا ازاي هتنتقل للافضل. مش موضوع ان هنا لما نيجي بنحسن او بنطور القاهره التاريخيه ما بنفكرش في موضوع هي الدوله عايزه ايه غير مصلحه المواطن، سواء كان عنده ورشه او سواء كان عميل لهذه الورشه او هذا او هذا المصنع. اذا فكل ده هنا واحد بحوله من 15 متر حاره ضيقه بحوله لمكان كبير واسع ومجهز بجميع انواع التجهيزات. بكل تاكيد يا فندم الحقيقه يعني فكره انه وجود تطوير حاليا الاستراتيجيه اللي بتتخذها الدوله، التطوير حسب منهجيه وحسب استراتيجيه وخطه مدروسه هي يعني واضحه وجليه في كل القطاعات. يا فندم بشكر حضرتك شكرا جزيلا. المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنميه الحضريه، بنشكرك يا فندم جزيل الشكر.